احنا في البحرين طبعا السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه نراقب الان متى ما تم تنفيذ القرار ذي ال 15% على الشركات، احنا نفكر في تطبيق هذا القانون او هالضريبه ذي في مملكه البحرين. حاليا احنا ننتظر الدراسه من السلطه التنفيذيه بخصوص تنفيذ القرار ذي، وما تم التنفيذ الى الان. فاذا الى الان ما في الا ان في هناك كلام بين متداول بين الناس في البحرين ان مع بدايه او نهايه 2024 راح يطلع القانون بتنفيذ ضريبه على الشركات. انما حاليا احنا بصدد او السلطه التشريعيه بصدد الحصول على الدراسه من السلطه التنفيذيه بتنفيذ القرار او القانون الضرائب، والى الان هذا القانون غير موجود. العجز يكون صفر، وهذا اعتقد بيصير لان كل البرامج الموجوده وكل المؤشرات الموجوده ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح، وان مع نهايه 2024 راح يكون العجز الميزانيه صفر، ومن ثم نبتدي في تسديد الدين العام. الدين العام طبعا في حدود الان اليوم اعتقد في حدود 14.4 او 5 مليار دينار بحريني. في مضطرين نرفع سقف الدين العام الى بمليون دينار، مليار دينار على اساس انه لو صار يعني عجز المتوقع فبيكون في هناك غطاء او في قانون يغطي العجز اذا موجود. الان طبعا في كثير من الناس تتحكى ان الفوائد على الدين العام وفوائد كبيرة، طبعا فوائد كبيرة لان اولا مو ان الدين العام ارتفع، انما الدين العام تقريبا نزل بنسبة بسيطة جدا، لكن سعر الفائدة عالميا ارتفع. فاذا انت انشأت ام ابيت لازم تدفع الزيادة كونك انت متسلف. واحنا نحاول يعني لما ناخذ يعني الحكومه لما تاخذ مثلا على اساس تقترض تحاول توازن بين القروض الداخليه والقروض الخارجيه. القروض الداخليه طبعا الاسهل ان تكون قروض داخليه من القروض الخارجيه على اساس ما يكون لك تاثير، يعني القروض الخارجيه دائما في لهم تاثير عليك، انما القروض الداخليه اقل تاثير عليك. بس انما بعد لازم تشوف انه توازن بين احتياجاتك الداخليه، لان لو اخذت الحكومه قروض من البنوك المحليه مثلا، اخذت قروض من البنوك المحليه ما خلت للبنوك المحليه المجال على اساس تقرض التجار في نفس الوقت. لازم توازن بين ان القروض الخارجيه والقروض الداخليه. حاليا نسبه ما يسمى بالشسمه الفوائد على الدين العام في حدود 21% من اجمالي الايرادات المحصله، وطبعا هو حوالي 4% من اجمالي الناتج المحلي، ومبلغ يعني مبلغه بالنسبه لنا احنا كبير، بس انه ما هو كبير لدرجه انه ما ممكن ان نقدر يعني او السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه ما يقدرون ان يتحكمون ويقللون منه مستقبلا ان شاء الله، اذا مشينا بالخطوات اللي هي تنويع مصادر الدخل هاي اول شيء، ومن ثم ان في يعني الايرادات النفطيه تكون يعني سعر برميل النفط يكون في حدود 70-75 دولار. والسلطة التشريعية في مملكة البحرين يعني في أنا
تجربتي أنا في نوع من التواصل مع السلطة التنفيذية، أي أن السلطة التشريعية ما تعمل بمعزل عن السلطة التنفيذية، ولا السلطة التنفيذية قاعدة تعمل بمعزل عن السلطة التشريعية كما ينص الدستور، يعني مع التعاون يعني في لا في 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 تقارب كثير في إلى حد أن مثلا تقدر تقول حتى في تشاور بيناتنا إنه والله إحنا بنسوي شيء فلاني، هل مثلا وقته ذي ولا مو بوقته. فأنا أعتقد أن السلطة التشريعية بصفة مستمرة قاعدة تشوف تراقب التشريعات الموجودة في البلد، تعيد النظر في التشريعات الموجودة في على أساس تلائم وتواكب التغييرات الموجودة في العالم ككل من ناحية الاقتصادية والمالية. ففي هناك تفكير في إعادة النظر في بعض التشريعات الموجودة على أساس أن مع التنفيذ وجدنا أن في خلل أو ما في خلل في بعض يعني ثغرات اللي ممكن يعني تحسين أو تعديل في التشريعات، تحسن من التشريع نفسه وتساعد في النمو الاقتصادي والحفي. وهذا على طول أي بصفة مستمرة. القيمة المضافة، ضريبة القيمة المضافة، أعتقد إحنا في حدود أعتقد الآن في حدود 55 يمكن أكثر شوي، يمكن نقول أقل من 60 شوية بالمية من الإيرادات الغير النفطية جاية من ضريبة القيمة المضافة، وهذا أعتقد شيء جيد لأن الآن في تنويع يعني في مصادر النوع النوع. ما في تفكير حاليا في زيادة النسبة إلى 15، يعني أعتقد بنخلي النسبة الحالية الموجودة إلى أعتقد السنتين القادمتين، ما في تفكير في زيادة، ما في تفكير حاليا في زيادة النسبة. وأعتقد النسبة الآن يعني موجودة نسبة معقولة. لأن المهم في نفس الوقت أنك أنت بعد تحافظ على القوة الشرائية للمستهلك للمواطن، لأن هذين هم اللي يحركون السوق. فإذا جيت فرضت أنت يعني نسبة عالية تقلل من إمكانية أو القوة الشرائية لدى المستهلك. فلذا التوازن مهم على أساس توازن بين أنك في دخل طبعا الحكومة في تنويع مصادر الدخل للحكومة، لكن في نفس الوقت تبغى تحافظ على أن في سوق وفي تجار يقدرون يواصلون في يعني عملهم أو في شغلهم. يعني ماكو في مطالبات بزيادة الرواتب في القطاع الخاص شوية. أنا بالنسبة لي طبعا أنت الآن تقول يعني عندنا اقتصاد حر وما تقدر تتدخل مباشرة ونقول مثلا الشركة رب العمل أن تعالى تزيد الرواتب للدرجة دي، إنما في هناك في مجالات الحكومة قاعدة تحاول أن تساعد المواطنين أو تساعد القطاع الخاص في رفع رواتب أو أجور المواطنين. في ناس وايد عندهم آراء مختلفة في المجال دي. أنا مو من رأي تشجيع المواطن للاقتراض بالشكل المفتوح. في جوانب معينة للاقتراض وضروري كل من يقترض يعني هذا ما لا شك فيه، إنما تفتح القروض الاستهلاكية بالشكل اللي هو يعني يصير سوء استغلال. مثلا أنا أقترض على أساس أسافر لازم أروح أوروبا مثلا سنويا، لا، أو أقترض أشتري مثلا بدل ما تكون عندي سيارة أو سيارتين أقترض على أساس يكون عندي 3 سيارات. يعني البذخ، الحياة اللي فيها بذخ شوية وبالاقتراض أنا مو أنا ضده، لأن أنت الآن قاعد يعني ما تفكر في المستقبل، قاعد بذر فلوسك تصرف فلوسك في مجالات ما أنت بحاجة ملحة لها. لو كنت بحاجة ملحة وضرورية أوكي معقولة، إنما حاجات غير ملحة. أنا في نفس الوقت من أنا أفكر جديا إن لابد يكون في نظام الادخار. بالنسبة لي أنا طبعا هذا الموضوع الآن
تحتاج الى دراسه وتفكير وهذه كل الاشياء، انما لابد انه يكون في نظام للادخار بحيث ان المواطن حتى لو قدر مثلا مبلغ زهيد 10 دينار 20 دينار 30 دينار بالشهر يكون يوفره من مصاريفه دي ويدخره ويكون عليه عائد حتى لو كان بسيط، هذا المفروض هذا القانون اللي احنا لازم نفكر فيه او طريقه بحيث ان نشجع المواطن على الادخار، وان اللي يدخره يعني الان مثلا لو حطه في البنك مثلا ما يعطونه شيء، احنا نعطيه مثلا تكون في هناك شهادات، الشهاده مثلا 100 دينار يعني مبلغ صغير يعني مو مبلغ كبير، 100 دينار او 50 دينار شهاده وبربح او بعائد معقول على الادخار دي، بحيث نشجع المواطنين على الادخار بدل ما الان حاليا التشجيع على اساس استهلك او تسلف. هذه شوف هذه انت لما تدخل مشروع كبير ومشروع مثلا انتاجي كبير وتنتج للخارج وكل الاشياء، انا اذا بفتح لي ورشه مثلا ورشه نجاره انا نجار وافهم في النجاره وهاي مهنتي، بس انا ما عندي الامكانيه على اساس افتح لي مثلا ورشه مثلا هاي الانكيوبيترز اللي عندنا الحاضنات هذول مثلا، سوي لك حاضنات حط فيهم الورش ذلي، حط فيهم معدات وجيبني انا علمني على ذي وقول لي هاي الورشه لك ب 5000 6000 10000 ادفع لي اياهم على مدى مثلا 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات شيء من النوع، واشتغل في المشروع. انت انا علمتني وعطيتني الوسيله وعطيتني الامكانيات على اساس اشتغل، انما انت لو دربتني وحددتني بالسوق وانا ما عندي امكانيه ولا السوق مثلا قاعد يوظفني براتب معقول، بس انما لو دربتني وعلمتني وعطيتني الوسيله على اساس ابتدي اشتغل ما بكون عالم ولا احتاج الى وظيفه. توجه صار في الفتره الاخيره الى بناء ما يسمى مكاتب وامور متعلقه بالمكاتب وسكن العمال اللي يشتغلون او الموظفين الكبار اللي يشتغلون فيه. صار في اتجاه عالمي الان بسبب الجائحه هاي الكورونا ان تقدر انت الان تشتغل بدون ما تكون في مكتب عن بعد، ما سموه عن بعد. فاذا التوجه العالمي الان مو بس عندك انت، في محلات كثيره في العالم في كساد او في فائض بالنسبه للمكاتب في كل محل، في انجلترا موجوده، في امريكا موجوده، في المانيا، في فرنسا، في كل محل. فالان على اساس تستقطب انت ناس يجون للمجال دي تبي تفتح لك، يا انك تجيب استثمارات بحاجة إلى مكاتب، يا أن تحول المكاتب دليل إلى مجالات أخرى ممكن الاستفادة منها. المجالات الأخرى أنك تفتح للسياحة. المحل اللي موجود عندنا إحنا ثلاثة، أنا بالنسبة لي الآن ثلاثة. أولا تشجيع عقد مؤتمرات وندوات وتجمعات في البحرين، وعندنا فترة زمنية عندنا من شهر أكتوبر إلى شهر أبريل، من نهاية أبريل إلى نهاية أبريل، هاي فترة من أحسن ما يمكن. افتح على أساس يسوون ندوات مؤتمرات يعني على مستوى كبير، ويجيبون ناس محاضرين ويجون ناس من المنطقة دي أو خارج المنطقة دي، تقدر تشغل لك فترة الفنادق، ما فنادق موجودة، الفنادق والشقق السكنية وما السكنية كل الأشياء. هاي جانب لازم نركز عليه يعني بالنسبة للسياحة. في عندنا السياحة العائلية أنا أشوفها شوية صعبة، لكن لابد من إيجاد وسائل اللي تشجع السواح يجيبون عوائلهم إلى البحرين دي. هذه تبغي لك شواطئ، تبغي لك منتزهات، تبغي لك محلات تقدر انت تاخذ عيالك اذا جيت انت مع عائلتك وتاخذهم
وعندك الى الان عندك من ابريل عندك من اكتوبر الى ابريل، صحيح ان مدارس ما مدارس لكن ممكن يعني في فترات الاجازات ما اجازات هذه الموجوده دي. والسياحه الثالثه بالنسبه لي هي السياحه اللي جايه يعني بالنسبه الى الحفلات الترفيهيه. هذه الحفلات الترفيهيه احنا شويه مقصرين فيها يعني ما في، وبعدين يا نروح الى كلش كلش يعني راقيه راقيه فوق 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 كلش، يا متدنيه كلش كلش، نبغي شيء في الوسط يعني اللي الناس تقبل عليه، الطبقه الوسطى تقدر يعني عندها امكانيه ان تروح وتدفع وتجيب عيالها وشمها.